أيها الإخوة الأفاضل، نجلس الليلة بحول الله جلسة إن شاء الله إيمانية مع منزلة أخرى من منازل الإيمان ومقامات الإحسان، وتلك هي منزلة المحاسبة. ذلك أن ذكرنا قبل أن المؤمن السالك إلى الله عز وجل يعبد الله سبحانه وتعالى عبر منازل، فإذا تحققت لديه التوبة إلى الله عز وجل وثبتت عنده الإرادة، إرادة الثبات على منهج الإسلام وإرادة الاستقرار على الصراط المستقيم السالك ذللا إلى الرحمن الرحيم، ثم إذا ثبت لديه في وجدانه خوف ورجاء يسير بهما إلى الرحمن الرحيم، يرجو جنته ورضوانه ويخاف عذابه، وركب مركب المحبة فساقه الشوق إلى الله عز وجل بأن طالع جماله سبحانه وتعالى في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فتعلق قلبه بالرحمن وصار إليه عز وجل عابدا خاشعا ذاكرا، فها هنا يخشى عليه. يعني الإنسان المؤمن حينما يتحقق من مثل هذه المنازل يخشى عليه، ومما يخشى عليه يخشى عليه من العجب والعياذ بالله. فالإنسان قد يدخله الشيطان من حيث لا يدري، بحيث قد يجد من نفسه راحة إذا سلك إلى ربه ويظنها بخير، إذ مالت الأهواء فيه إلى الصلاح والتقوى والفلاح، فيستدرج حينئذ، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يستدرجه حينئذ أو يستدرج إلى أن ينظر في جمال نفسه بدل أن ينظر في جمال الله عز وجل. وإذا نظر الإنسان في جمال نفسه أعجب بها وهلك حينئذ مع الهالكين والعياذ بالله. ولذلك واجب على المؤمن وهو يسير إلى الله عز وجل أن يتحقق من نفسه من حين لآخر، وذلك عبر محاسبتها. ومن هنا تحدث العلماء المربون من هذه الأمة منذ أوائل ظهور الإسلام عن منزلة المحاسبة، ولذلك أصول صحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقد قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نظر النفس فيما قدمت لغد معنى مفهومي دال على هذا المعنى بقوة، وسنعود إليه بحول الله عز وجل. ثم كلم الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام وحيا بالقرآن الكريم فيما يخصه في نفسه ويعم أمته بعد ذلك إلى يوم القيامة، في آيات قلائل ذوات أثر بالغ بليغ في تربية النفس لمن أراد أن يستخلص قواعد التربية الإسلامية الحقة للنفس، للنفس الإنسانية، لأن النفس غرارة ومغرورة ولها خدع تخدع صاحبها، كما أنها تستجيب لخدع إبليس اللعين. أما الآيات ففي أوائل سورة المدثر، وذلك حينما قال الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه قواعد كليات جوامع للتربية الإيمانية لمن أراد أن يعتصم فعلا بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه الآيات تتضمن أصلين: الأصل الأول التربية القرآنية، والأصل الثاني التربية السنية، لأن الله خاطب بها رسوله عليه الصلاة والسلام حينما فزع من الوحي وهو حديث عهد آنئذ بالرسالة، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم جديد في رؤية جبريل، فكان يفزع منه ومن الوحي، إذ فزع إلى خديجة كما هو مشهور في السيرة وقال: دثروني دثروني، كما قال قبل أو بعد: زملوني زملوني في سورة المزمل. فخاطبه الله عز وجل يخرجه من الدثاره: يا أيها المدثر. الدثر يدثر يعني تغطى وتكمش في وسط الملاطي، تغطى. فخاطبه هذا الخطاب عجيب لأنه يتضمن معنيين: معنى ظاهر ومعنى مفهومي.
المعنى الظاهر يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام ادثر فعلا بلحاف أو بغطاء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا تغطى وطلب من الزوجة دياله خديجة باش تغطيه وتقلع عليه الغطاء لأنه أصابته رجفة ورعدة، فقال له يا أيها المدثر. هذا المعنى العام الظاهر، ولكن له معنى أعمق، لأن هذه النفس معنى نفسي فزعت، والإنسان إذا فزع بحث عن مكان يختبئ به، فنفسه عليه الصلاة والسلام حينئذ كانت فزعة تريد الاختباء، فأمره الله أن يخرج للناس ليس فقط من اللحاف، ولكن أن يخرج هذه النفس ليقوم بتشريحها والنظر إليها من أجل معالجتها، كي تقوم بدور الرسالة وتؤدي حق الله من البلاغ إلا بلاغا من الله ورسالاته. فقال له عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر، خرج من ثم وقم أدي رسالتك، فهي إنذار ونظارة، والتعبير بقم تعبير قوي، قم. والقيام نوع من التهيئة البدنية والتهيئة النفسية، كما في قوله عز وجل قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، أن تقوموا لله. الله عز وجل هنا يخاطب الكفار، فلا يمكن أن يفهم من الخطاب أن تقوموا لله يعني الصلاة، لأنهم كفار ليسوا مسلمين بعد، أسلم بعضهم وبعضهم لم يسلم، مات كافرا، فكيف يخاطبون بالقيام لله؟ فهو إذن استعداد نفسي لأن يسمع خطاب الله ولأن يتفكر في خلق الله القاصد الدال على الله الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. فإذن قوله عز وجل قم أمر بأن يستعد نفسيا وبدنيا أيضا، وليس بدنيا وحسب، فلا يتعلق الخطاب بخروج من غطاء وحسب، ولكن أيضا بخروج النفس المختبئة، النفس المزورة، النفس الخائفة، لتقوم بدور الرسالة الكبرى، الرسالة العالمية الكونية، قم فأنذر. فطلب بالنظارة، وهذه النظارة لا تتحقق إلا إذا كانت مبنية على أصول تربوية تبتدئ بتكبير الله وربك فكبر، والمقصود توحيده سبحانه بأن لا يخاف العبد أحدا إلا الله ولا يرجو العبد أحدا إلا الله. فإذا اجتمع القلب على الله عز وجل اجتماعا كليا، يعني عواطف القلب أحاسيس القلب اجتمعت لتوحد الواحد الفرد الصمد، فقد أمن ذلك الإنسان، يصاب حينئذ بل يجد الأمان والراحة والطمانينة. وربك فكبر وثيابك فطهر، وتطهير الثوب فيه معنى ظاهر، لأنه لا يجوز أن يكون الثوب نجسا فعلا، ولكن له معنى ثاني، لأن العرب دأبت على استعمال الثوب كناية عن النفس، ثوب يستعمل في اللغة العربية كناية عن النفس. وثيابك فطهر أي طهر نفسك لتكون قادرة على تحمل أعباء الرسالة، ولتكون صالحة للسير إلى الله عز وجل. والرجز فهجر، والرجز هو الشرك وكل ظلم بعد ذلك، أن يهجره الإنسان ويبتعد عنه. ثم قال بعد ولا تمنن تستكثر، وهذا هو الشاهد عندنا، إذا استطاع الإنسان أن يتخلص من دهشته وأن يتفرغ لربه قم فقام، تفرغ وتخلص من دهشته وتردده وباع نفسه لله الواحد القهار، وآمن أنه الواحد الأحد الذي يعطي ويمنع، ولا يعطي أحد ولا يمنع إلا هو سبحانه وتعالى. إذا صار إلى هذا فهذا منزلة عظيمة جدا. ثم إذا تطهر من رجز الباطني ورجز الظاهري، من إثم الظاهر وإثم الباطني، فإذا نظر الإنسان إلى نفسه حينئذ ربما، أقول ربما، أعجبته نفسه ووجد جمال الإيمان وجمال الإسلام وذاق حلاوة الإيمان وإنه لا يذوقها. فحذاري حينئذ إذا ذقت ما ذقت أن ينزلق بك الطريق ويصيبك تغرير إبليس بأنك قد وصلت. ولذلك قال منبها ولا تمنن تستكثر، عنده عجبك راسك ويجيك راك درت شي حاجة كثيرة، تستكثر فتمن بفعلك من حيث تدري أو لا تدري على ربك، يعني تبقى تقول وراه لبس، راني مزيان صوبت الحالة وراني مؤمن وغادي مزيان وراني متقي الله وإحنا متقين الله وكذا، بزاف الناس يقولوا هذه الهضرة، مثل هذا يعتبر منن على الله عز وجل. يعني لمن كتعود هذا الكلام، قال الناس
إذن أنت في وضع خطير لك تعود للناس فتحكيه للناس، يعني أنك تقدم عملك للناس، تم كتعطيه له أنا صالح فعلت وفعلت، حججت واعتمرت وقضيت وأديت. إذا قلت ذلك للناس وهو عمل تعبدي محض، وما معنى كونه عملا تعبديا محضا؟ يعني أنه قصد به في الأصل وجه الله وحده، فلما تحكيه للناس ليرضوا عنك؟ إذن قدمته للناس حينئذ، وهذا شرك خفي، وإن قصد قصدا والعياذ بالله فهو شرك ظاهر. إذن وإن قصدت، عندك جوج الاحتمالات، إما أنك تقصد وأنت تحكيه للناس بأن يرضى عنك الناس فهذا شرك خفي أو ظاهر، وإما تقصد وأنت تحكيه للناس بأنك فعلته لله ولكن تريد أن يطلع عليه الناس. لما أتمن على ربك يمنون عليك أن أسلموا؟ هكذا كانت الأعراب تفعل، تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثه بإسلامها على سبيل المن، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فهو موقف خطير ومنزلق يؤدي إلى الهلاك، ولا تمنن تستكثر، لا تستكثر عملك. إذن كيف السبيل إلى عدم الاستكثار؟ كيفاش دير باش ما تبقاش تمن على مولاك اللي خلقك وما تعتبرش بأنك درت شي حاجة كبيرة حتى لا تصاب بهذا الداء؟ قم بالمحاسبة، حاسب نفسك، اعتبر بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. إلى غادي توزن غادي توزن، غادي تحاسب غادي تحاسب، اللهم لن أخره نسبقه. حاسب نفسك ها هنا، يخف عنك الحساب يوم القيامة والعياذ بالله، لأن من حوسب عذب، كما في الحديث الصحيح من نوقش الحساب عذب. لو أن الله عز وجل قصد عبدا من عباده الصالحين ممن حازوا أعلى مراتب الإيمان والصديقية والإحسانية وكل ما قد يطرق على بالك من الأعمال الصالحة، فجاء به سبحانه وحاسبه على كل صغيرة وكل كبيرة، لو أخذه بنعمة واحدة من ملايير النعم التي أفاء بها الله ومن بها على العبد، لو أخذه بواحدة واحدة فقط وجعلها في كفة وجعل أعمال ذلك الإنسي كلها في كفة لرجحت النعمة وأصبحت الأعمال الآدمية مرجوحة ضعيفة ولهلك حينئذ ابن آدم. وإنما ندخل الجنة إن شاء الله برحمة الله، كما قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة بعمله، قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا الذي نرجوه، هذا الذي نرجوه حقيقة، يرجو المؤمن رحمة الله ويقدم الأعمال الضعيفة الهالكة الناقصة وهو يوقن ويؤمن بأنها لن تنجيه بذاتها من الله عز وجل، ولكن ينجيه عطف الله ورحمة الله ومن الله عليه. والله كريم والله جواد رحيم، لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويعتبر الأعمال بنياتها، يعتبر الأعمال بنياتها، ولا يحاسب العبد إن صفت نيته على تمام الفعل وإنما يقبل منه بعض الفعل. المؤمنون يصلون، أيمكن أن يكون من بيننا من له صلاة كاملة على التمام والكمال؟ مستحيل مستحيل. تصلي تشرد في صلاتك، لا بد وأن تشرد، إن لم تشرد اليوم شردت غدا، لا بد وأن تضعف، لا بد وأن تصلي فلا تدري ما صليت ولا كم صليت، وتعيدها ثم تشرد في الثانية وقد حصلت وهو مجرب كما يقول العلماء. إذن لا ينجيك من أمر الله إلا رجاء رحمته سبحانه وتعالى. فالمحاسبة إذن للنفس تفيد الإنسان في أمور متعددة، من أهمها الشعور بالعبودية، لأن الإنسان العبد لله يسلك إلى الله وينجو عند الله بعبوديته لله. وبينا أن العبودية أكثر من مرة بينا أن العبودية هي الشعور بالذلة والتواضع والخضوع والخنوع والخشوع والإخبات لله الواحد القهار. هذا الإحساس اللطيف حينما
تثمره لك صلواتك وصيامك وصدقاتك واستقامتك فأنت بخير. إذا أحسست بعكس ذلك فاعلم أنك بدأت تنحرف من حيث لا تدري. عكس ذلك أعني أنك بدأت تشعر بنوع من العزة في فعلك على الله عز وجل. لا لا ينبغي، إنما نشعر بالذلة مع الله حينما نكون إزاء العبادة والسير إلى الله عز وجل، وإنما العزة التي يشعر بها المؤمن حينما يقارن نفسه بالكفار، حينما يواجه الكفر والكفار، فحينئذ فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، حينئذ أنتم الأعلون حينما تكون القضية قضية مواجهة. أما وأنت في طريق العبادة، في طريق السير إلى الله، أمامك ربك، فلا ينبغي أن تشعر بشيء من العزة، بل بالضعف والذلة والمسكنة والتواضع والخضوع. ولذلك لا نستقبل ربنا إلا راكعين أو خاشعين أو ساجدين أو متضرعين بالدعاء أو ما شبه هذا أو ذاك من الأعمال المتفرعة عن هذا وذاك. طريق المؤمن إلى الله هي طريق الخضوع، فحيث بدأت تحس بأنك على شيء فاعلم أنك حينئذ على لا شيء. فالحذار والبدار البدار إلى التوبة حينئذ وإلى المحاسبة. المحاسبة هي صمام الأمان، هذاك الإصلاح، الصيانة اللي تديرها للسيارة ديالك مرة مرة، تقوم بإصلاح محرك ديال السيارة ومراجعة ما يتعلق بالسيارة، هذا المحاسبة، تحاسب ذاتك حتى يستقيم سير سيارتك ويصلح سيرها مع الطريق الطويل الذي هو سفر إلى الله عز وجل. لا بد من مراجعة محركات السير في كل وقت، تماما كما يراجع الطيارون محركات الطائرة في كل نزول وفي كل صعود، كذلك المؤمن ينبغي أن لا يثق في شيء من أدواته إطلاقا، ما تثق في حتى حاجة من الأعمال ديالك. وخا الطائرة كتكون بقية جديدة على التمام والكمال، غير تحط يرجعوها، طير تعاود تنزل يرجعوها. علاش؟ ما عندهمش الثقة في الحديد غادي في الهواء. كذلك بل أدهى من ذلك المؤمن، ما يثقش الإنسان في النفس دياله وفي الشيطان، لأن الشيطان يداخل النفس ولأن النفس ترغب في الشيطان. من هنا فلا ثقة في النفس إطلاقا مهما وصلت ومهما بلغت. فكيف وقد خاطب الله رسوله الكريم محمدا عليه الصلاة والسلام، هذا سيد الأولين، سيد الأولين وسيد الآخرين، أنا سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الإنسان الكامل بحق يخطب الله عز وجل ويقول له ولا تمنن تستكثر، فما بالك أنت وأنا الذي لا عصمة لي ولا لك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عصم من الزلل وعصم من الخطأ إلا ما آذن الله به للتشريع في أحايينه ومواقعه ليقوم المسلمون بالاقتداء في منازل معلومة. رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم من لدن الله عز وجل يأمره رب الكون، يأمره أمرا لا تمنن، لا تمنن، ما يعجبكش راسك تستكثر، رد بالك الأعمال ديالك ما تجيكش كثيرة، دائما قم بعكس الأمر. حينما لا تمن على خالقك فمعنى ذلك أي لا تمن، دير العكس، يعني أنك تستصغر نفسك، وهذه ذلة وطاعة وعبودية وهي المطلوبة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليخضعوا ويخنعوا ويخشعوا ويشعروا بالذلة الدائمة للذي قهر العباد سبحانه وتعالى. ولا تمنن تستكثر، ثم لا تستكثر شيئا مما صنعت، فإنما الرب عز وجل الذي يمن عليك أن هداك لذلك الفعل وأن مكنك منه. لو تصدقت بصدقة فهنا لله عليك منتان ظاهرتان رئيستان، منن الله على الخلق كثيرة في أي فعل، ولكن كيبانوا واحد جوج ديال المنن، جوج ديال النعم كبار لما كتقوم شي صدقة أو أي فعل. ونمثل بالصدقة، أول منة فيها أن الله أعطاك، كان ممكن ما يكونش عندك، ما عندك باش تصدق، فمن الله عليك وأعطاك، ها واحد. اثنين، أنه هداك لأن تتصدق، وكان يمكن أن يمن عليك فيعطيك فتكون منوعا وتدخل بتلك النعمة جهنم والعياذ بالله. فمن عليك مرتين، أعطاك وهداك، وتلك والله أم النعم. فكان ينبغي أن تتصدق وأنت تبكي وأنت تخضع وأنت تخشع وأنت تخشى لا يتقبل منك. هكذا نفس المؤمن يفعل الخير ويخشى لا يتقبل منه. لو أتقنت الأمة هذا ما وجدنا مستكبرا على وجه الأرض،
ليكون خوتنا المؤمنين فيهم هذه الطبيعه هذه، عمرك ما تلقاش واحد متدين فيه النفخه. فيه النفخه اعماله فيها دخن، حيت شي مؤمن يبلك شي مؤمن منفخ راه الاعمال ديالو ما مريقلاش، انه يمن ويستكسر. هذا المرض اللي عنده. وكم من انسان دخل من باب الصلاح، شحال من واحد نحرف باش نحرف حيت ولا صالح، انحرف من باب الصلاح حينما يظن في نفسه التقوى والفلاح. إذا ظن في نفسه هذا فقد هلك، والله لا يعصمه من هذا إلا مفتاح المحاسبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذه الآية عجيبة، جعلها العلماء عنوان المحاسبة، هذه المنزلة الرفيعة، يعني الضوء، الضوء ديك البيلة اللي تمشي بها في ظلمات الدنيا وتستنير بها في طريقك إلى الله عز وجل لتحافظ أعمالك. يعني حينما تقوم بالأعمال الخيرة فالله عز وجل يأمر بكتابة الحسنات، وتكتب لك الحسنات وتربى عند الله، كتبقى تزكى هذه الحسنات عند الله عز وجل. فباش تحافظ عليها فينبغي أن تحافظ على عبوديتك، وهي الذلة والتواضع والخشوع لله الواحد القهار في كل عمل. لتحافظ على هذه العبودية عندك واحد الضوء ضربه قدامك باش تبقى غادي، وهو هذه الآية التي جعل العلماء عنوان منزلة المحاسبة، وهي منزلة مستعجلة، يعني بحيث الإنسان غير يقد الأمور ديال التوبة دياله ويصحح المسار دياله يشد بسرعة في المحاسبة. ولا تمنون تستكثر مرة واحدة خشية أن يعود القهقراء ويرجع النور وهو كان غادي لقدام ويصاب بالانحطاط والارتكاس من بعد ما كان يترقى في منازل الإيمان. وهذا أمر مشاهد. قبل أن نعود للآية مرة أخرى، بزاف ديال الحالات الله ينجينا ونجيكم، كتشوف الواحد هو استقم حاله وزيان حاله في الظاهر، فلازم المساجد ولازم الصلوات وترك المنكرات وغادي بخير. واحد النهار والعياذ بالله كيتهرس تهريسه واحده وتشوفوا في ابشع صور، في ابشع صور الانحطاط والانحراف، غريب يعني من النقيض الى النقيض على التمام والكمال. لا يمكن ان يقع هذا الا اذا كانت اعماله الصالحه قبل قد دخلت من باب المن. عجبوا راسه، لما كيعجبوا راسه ربي كيرميه سبحانه وتعالى، ما عنده ما يدير به، لان الله عز وجل لا يقبل الا الخشع الخضع. أما اللي يقدم العمل وهو في النفخة فمثل هذا العمل لا يقبله الله عز وجل، إنما يقبل الله سبحانه وتعالى من الضعفاء، يعني من حيث الوجدان التعبدي، من المساكين، من المتقين. الله سبحانه وتعالى يتقبل من المتقين، أي الذين يقدمون ما قدموا وهم يخافون، يخشون، فيه الخشية، فيه الخوف، خايف ما يتقبلوش العمل ديال، لأنه يعلم علم اليقين أن نعمة الله عليه غالبة، غالبة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في سيد الاستغفار ويقول: وأبوء بنعمتك علي. جوج حاجات، وأبوء بذنبي وأبوء بنعمتك علي. البوء بأمرين، يبوء العبد العارف بالله حقا، ومن أجمل التعابير هذا التعبير، العرفان بالله، عارف بالله، يعني يعرف لله مقامه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يخاف مقام الرب العظيم، يعرف يعني القيمة ديال النعم الإلهية والمكان العظيم لله الواحد القهار من الكون، أي أنه الخالق القاهر المنان القاهر فوق عباده. اللي يعرف هذه المعرفة هذه، اللي هو عارف بالله حقا، ما كيوقعلوش مثل هذا، لأنه يقدم ما قدم من عمل وهو يخشى وهو يخاف ألا يتقبل منه، ألا يتقبل منه. من هاهنا إذن كان المؤمن ينظر إلى الغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الغد هذا الذي هو يوم القيامة بأهواله، حينما يجف لسان الإنسان وحينما يفزع الناس، كل الناس إلى أناهم، كل واحد يقول أنا أنا، ما بقى ديك ساعة لا أخوك ولا ابن عمك ولا العائلة ديالك. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. التعبير في هذه الآية عن ذوات الحمال، وتضع كل ذات حمل حملها، لأن أشد ما يكون الإنسان عاطفية وتمسكا بالقرابة حينما تكون المرأة ذات وليد مرضع، يعني القمة ديال التعاطف البشري كيكون باللم لما كتكون بقي عندها الرضيع،
أكثر بكثير من الأم نفسها من اللي كيكون عندها الولد كبير. صحيح الأم تعطف على ولدها في جميع مراحل العمر ديالو، ولكن قمة العطف ديالها من اللي كيكون الولد رضيع. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. سبحان الله العظيم، المرأة الحامل بالاستقراء وبالسماع غير تحس المرأة الحامل بالحمل، كيولي يجيها العطف على ذلك الحمل قبل أن يخرج إلى الدنيا. حينئذ المرأة تفزع إلى نفسها من حملها ومن رضيعها، كتبقى غير نفسي نفسي. إذا كان هذا فمن باب أولى وأحرى أن ينقطع النسب، فلا أنساب بينهم يومئذ. هذا الأمر هو الغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بنادم إلى شاف أهوال الساعة الآن، أهوال الساعة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء، والشيء نكرة، شيء ورد في هذه الآية نكرة. علاش؟ لأنه لا وجود لكلمة في أي لغة مش غير العربية يمكنها أن تصفه. يوم القيامة لا يوصف إلا أن يرى، ما يمكنش التوصف. فوصف الله عز وجل له ووصفه وصف الكمال سبحانه وتعالى إنما هو على سبيل التقريب، كما قال العلماء في حكاية ألفاظ النعم الموجودة في الجنة أن ما بين نعم الجنة ونعم الدنيا إلا الأسماء، ما ذكر من رمان وما ذكر من فاكهة وما ذكر من زيتون في القرآن الكريم ومن نعم وخيرات راجعة إلى الجنة ليس بينها وبين فاكهة الدنيا إلا الأسماء. أما المضامين ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى ذاك الشيء اللي سمعته راه الحقيقة دياله مختلفة عما تتخيله أنت بذهنك. ولذلك كان هذا التعبير العجيب شيء عظيم، نكرة ما يمكنش يتصف، شيء عظيم، شي حاجة كبيرة، كيفاش دايرة، كيفاش دايرة، بالتي يوم ترونها تتشوف. فلا يوصف إلا أن يرى، يوم القيامة لا يوصف إلا أن يرى يوم ترونها، تم غادي تشوف. وحتى الذهول الذي حدث عنه الرحمن الملك المنان سبحانه إنما الآن ندركه شكلا، أما مضمونا فلا يدركه أحد حتى يجده بنفسه. نسأل الله أن يرزقنا الأمن والسلام يوم يفزع المشركون والكفار والفاسقون والعياذ بالله من هذا كله. أمرنا بأن نتقي ذلك الغد وأن ننظر إليه، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وها هنا أمران، نظر النفس، نظر النفس، لأن النفس هي التي تحاسب، وهي التي تسعد، وهي التي تشقى، وهي التي فيها الخير، وهي التي فيها الشر. فالتعابير القرآنية عن النفس هي تعابير على سبيل تحميل المسؤولية، على سبيل المدح وعلى سبيل الذم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. النفس من كل إنسان هي المسؤولة عن الخير وهي المسؤولة عن الشر في فعلها الدنيوي وفي مصيرها الأخروي، بنص القرآن الكريم وبنصوص السنة النبوية أيضا. منها هنا إذن حكمت النفس، والنفس هي التي تعلق بها خطاب الموت وخطاب الحساب والعقاب والسعادة. فقال عز وجل كل نفس، نفس ذائقة الموت، ووصفها عز وجل بالخير وبالشر مما ذكرنا، وهو كثير على كل حال. إذن ولتنظر نفس، لأن النفس هي المسؤولة قلت عن أعمالها. تنظر فيما، تنظر فيما تقدمه لنفسها لا لغيرها، لأنها لا تقدم شيئا ولا تنفع أحدا، إنما تنفع نفسها. فإذن هذا النظر قلت فيه أمران، نظر في النفس من حيث هي تقدم لنفسها، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تنظر في هذا الأمر في نفسها وتحاسب حينئذ نفسها. لو قمت أنا شخصيا وأنت والآخر بغربلة أعمالنا جميعا، كل واحد يشد قنت ويجلس يفكر في الأعمال ديالو السالفة، قاعدك شي اللي دار من الأعمال الصالحة ويجربها مع راسه، يحاكمها، يحاكم نفسه وحدة 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 وحدة، هذه صالحة هذه طالحة، هذا كيتسمى حسن هذا كيتسمى سيئة، اللي سيئة أرى سيئة، أرى الحسن هذه الحسنة. كم مقدار الإخلاص عندك فيها لله؟ تقدر تحكم فعلا بأنك فعلت ما فعلت فعلا 100% لتنال رضا الله عز وجل. إذا حصل هذا لنفرض أنك فعلته ولم يرك أحد، هل فعلا ما ذكرته بعد ذلك لأحد؟ ثم إن كنت ذكرته ما قصدت فيه
أتمن على ربك أم تمن على الناس؟ إذن الإشكال أننا نصير إلى أن ما يمكن أن تجده من بواقي النجاح في هذا الاختبار للنفس بين الصفر وبين تحت الصفر إلا أن يتغمدنا الله برحمته. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نحاسبها إذن على أعمالها الفارطة باش ما تثقش في نفسك، ونحاسبها بعد ذلك على أعمالها اللاحقة، وهذا هو الأمر الثاني. تنظر فيما مضى وتنظر فيما يأتي. ما يأتي فيه أمران. الأمر الأول خصك الدير وخصك الدير وخصك الدير، وتعريف أن الطريق إلى الله طريق شاق، لأن الجنة حفت بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ولا أفتنى من زماننا هذا فتن تدع الحليم منا حيرانا، فعلا ظلمات بعضها فوق بعض، فكيف تسلك من بين هذه الأشواك طاهرا متطهرا إلى الله عز وجل؟ هذه واحدة. وتدرك إذن أن عليك أن تفعل وتفعل، لأنك إن كنت تخاف هذا اليوم حقا فالحديث ينبهنا ويوصينا عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، لكي يخاف حقيقة من الله ويخاف عذابه يسافر إليه بليل. أدلج يدلج سافر بليل، أي أنه أسهر ليله ذاكرا شاكرا مستغفرا مسبحا باكيا على ذنبه متبتلا إلى مولاه أن يتقبل منه ضعيف عمله، ولا قوي من أعمال ابن آدم البته، عسى أن يتقبل منا ضعيف أعمالنا، وكل أعمالنا ضعيفة. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فهذا الغلاء الرفيع تحتاج لأن تبذل في سبيله نفسك وكل ما تملك، ولا تصل إلى أداء الثمن. احذر أن تظن أنك قد أكملت الحق الذي لله عليك، فحق الله لا يكمله أحد ولو كان نبيا مرسلا. حق الله أعظم من أن يشكر على التمام والكمال، على التمام والكمال، وإنما العبد يسدد ويقارب ويقرب عسى أن يتقبل منه. ثم بعد ذلك الأمر الثاني من هذه الدرجة الثانية، تنظر وقد عرفت ما عليك من أعمال ومن أحجام وعظائم الأمور، بل لك بأنه خصك تخدم بزاف في الطريق إلى الله عز وجل، وتنصح لهذه النفس وتهذبها وتشذبها. هذاك الشجر اللي ينبت في الوجدان ديالك خصو الخدمة ديال البستاني الجاردني، يضربه بالمقص ويقدو، لأنه النفس إذا تركتها كتغول كما الشجرة والحشائش الطفيلية تغول عليك. أعطيها المقص من الأشياء التي ترى أنها قد تنحرف، فهذبها وشذبها لتستقيم في الطريق إلى مولاها. قلت الأمر الثاني، هذه الأعمال العظيمة كم ما زال عندك من العمر لتؤديها؟ الوقت قليل والواجبات أكثر من الأوقات، الواجبات أكثر من الأوقات بكثير. وتحدث العلماء قبل عن الرعاية لحقوق الله، كما قال الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله: الرعاية لحقوق الله أهم المؤمن الكيس الفاطن. المؤمن اللي بعقله هو أن يفكر كيف يرعى حقوق الله. حقوق الله عظيمة، وطلب منا أن نرعاها، أعطاها لنا أمانة، هذا حق الله أمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إذن يجب أن يؤدي حقها، فإن لم يؤدي فذلك هو الخسران المبين والعياذ بالله. الأمانة عظيمة، ومن هنا كان المسلمون يفكرون أول ما فكروا في كيفية أداء هذا الحق. أمانة تحفظها، الرعاية لحقوق الله. بندم لما طغى، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، استغنى بالقوة دياله واستغنى بالعلم. الآن في هذا الزمان بدأ يفكر فاش الرعاية لحقوق الإنسان. هذه الهضرة هذه الرعاية لحقوق الإنسان الأصل ديالها تعرفوا منين جات؟ الأصل ديالها وثني جاي من الديانات اللي كانت عند الأمم اليونانية القديمة قبل المسيحية، مش غير قبل الإسلام، قبل ميلاد المسيح عليه السلام. أوروبا وأمريكا بنت أوروبا الآن عمرها ما كانت مسيحية في التاريخ إطلاقا. من اللي دخلت المسيحية لأوروبا دخلت عوجة خليقة. المسيحية التي كانت في زمان المسيح عليه السلام الصالحة كانت في المشرق تاريخيا، كانت في المنطقة ديال الشام والحجاز،
تما كانت كدور المسيحيه. اما ملي وصل الوقت باش تدخل اوروبا كانت فضات المسيحيه في التاريخ انحرفت، فدخلت محرفه الى اوروبا. بما كانت تدين اوروبا اذن بالوثنيه، اللي كيقرا الفكر ديال النصارى اليوم ومنذ القديم تاريخ الفكر الاوروبي بصفه عامه في الفلسفه ديالو والعقليه ديالو، فكر في العمق ديالو وثني ماشي كنسي. الكنيسه عندهم غير الظاهر غير الاشكال، ولذلك تعلقوا بالصلبان وتعلقوا بالايقونات. الايقونات هما دوك التصاور والتماثيل اللي معلقين في الكنائس ديالهم، هذه ماشي المسيحيه، هذا وجدان وثني، عباده الاوثان. الايقونات الى الان ومنذ الزمن القديم في اوروبا كلها، وما كيناش الى الان كنيسه واحده اللي ما معلقينش فيها التصاور والتماثيل. تماثيل يعني افلس حاجه يتصورها الانسان في طريق العباده. مرة أحرج أحد الناس في أمريكا، نديروا هذا الاستطراد الخفيف باش تعرفوا الفلاس ديال الفكر اللي كيدخل لينا، تعرفوا منين جات حقوق الإنسان. الآن ماشي المقصود زعما راني خصني نهاجم العدالة باش الناس يتساووا، لا ماشي هذا المقصود، ولكن نعرفوا منين جا البلا. راه شحال من حاجة كيبان الظاهر ديالها الحق والكرش ديالها الكفر، الظاهر الحق والباطن الكفر. في أمريكا أحد الوعاظ ديال السجون الأمريكية، واعظ السجن في أمريكا في أواسط الخمسينات من القرن الماضي يعني 1050، جاء كيدير الموعظة للمسجونين. ومعروف في تاريخ أمريكا أن أغلب المسجونين كحل سود، يعني لو بقين عندهم العنصرية مازال ما حلوش المشكلة ديال بيضك حل، وعمرها ما تحل عندهم لأن العقلية الأوروبية كمركبة وعمرها ما تحل. أمريكا أوروبا فكر في العمق واحد، أشكال مختلفة فقط في الظاهر. طيب واعد السجن أبيض عينيه زورق وزعر، يعني أوروبي كما تشوفوا الألماني ولا تشوفوا الهنغاري أو أي واحد، وأغلب المسجونين سود. وتكلم واحد من المسجونين طرح سؤال على الواعظ، قال له الله كحل ولا أبيض سبحانه وتعالى؟ السؤال هاد السجين معذور عنده الحق باش يطرح هاد السؤال، علاه؟ لأنه ما معلقين الصورة ديال الله سبحانه وتعالى عما يصفه مصورينه، لأن الإله عندهم هو المسيح. وقالت النصارى المسيح ابن الله، هما جعلوا المسيح ابنا لله وكيسميوها الإله أيضا. هو حرفت له هذاك الواعظ إلا قال له بيض، غادي يكون الخطاب ديالو الديني راه من قبيله هو يوعظهم صافي، هذاك غادي يخسروا، وهذا كان هو الزعيم ديال المسجونين. وإلا خسر هذاك خسر كاع هذوك الناس ما بقيش يتبعوه في المسيحية ديالو. وإلا قال له كحل ها هو معلق الصورة ودايرين له عينيه زرق والشعر ديالو ملس، شاف التعية قال له بيض. فلذلك إذن تبين أنهم لا يعبدون الله ولكن يعبدون الأيقونات وثنية. طيب هذا الفكر هذا ديال الأوروبيين، الفكر ديالهم فكر منين جاي؟ جاي من الصراع بين الآلهة عندهم لأن الله واحد سبحانه وتعالى، وبين الإنسان. العلم الأوروبي منين جاء أصلا؟ عندهم في العقلية ديالهم أن المعرفة واحد الإنسان سرقها من رب المعرفة، وكيرمزوا لها بديك الشعالة ديال النار اللي كيديروها الآن إلى هذا الزمن في الألعاب الأولمبية، كيبقى غادي بالشعالة ديال النار، هذاك رمز ديال المعرفة اللي سرقها بنادم من إله المعرفة. فعقلية وطبيعة العلاقة بين الإنسان وبين الله أو الآلهة عندهم طبيعة الصراع والتحدي تماما، يقولوا تحدي الطبيعة، طبيعة الصراع. هذا هو العقل الغربي والعقل الأوروبي منذ القدم وإلى الآن. فبدل ما يتكلموا على حقوق الله كيقولوا حقوق الإنسان. منين كيطالبوا حقوق الإنسان؟ بغين يقلعوها لله سبحانه وتعالى عما يصف، كينضلوا ضد الإله ديال الكون. هذا هو منطق التفكير الآن، وهذا اللي جابوا لنا حقوق الإنسان ما تطبقش الشريعة الإسلامية لأنها كتخالف حقوق الإنسان. هذا يقولوه الآن، ما تذبحش الحولي لأنها كتخالف حقوق الحيوان. وكله في العمق صراع مع الذي شرع للإنسان وشرع للإنسان كيف يتعامل مع الحيوان. المؤمنون والمسلمون الأول لما فكروا قالوا الرعاية لحقوق الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الرعاية لحقوق الله، بهذا المنطق المؤمن خصو يتعامل مع ربي ماشي بمنطق حقوق الإنسان. حقوق الإنسان خصها الصيغة ديالها الإسلامية باش نتكلم بيني وبينك، ماشي في التشريعات التي تخالف تشريع الرحمن. وإنما المؤمن من خضع لله عز وجل وراضي به سبحانه وتعالى حاكما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم، شوف التعبير القرآني وجمال صيغ دل على التعبد، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تعبد ذلة خضوع لله الواحد القهار. هذا المنطق هذا كيهرب للنفس، كيهرب كيفاش كيهرب؟ لأن النفس كتغى
كلا إن الإنسان لا يطغى، والتعبير بإن وبلا من التوكيد، يعني لما طغيت اليوم كتغى غدا. أرآه استغنى، ماشي زعما غير دار الفلوس، لا، استغنى قال أنا كامل. يستغني الإنسان بالمال، وقد يستغني ببدني كتعجبو صحته، وقد يستغني بعقله كيبان له راسه عاقل مطور مزيان، وقد يستغني بجاهه ولد القبيله وما كاينش اللي يقدر يتكلم معاه، وقد يستغني بموقعه الاجتماعي او سلطته. مثل هذا يستغنى، اذا استغنى فسيطغى. اذا المؤمن ربي تعالى حضر وقال له رد بالك، ها الطبيعه ديال النفس ديالك، انها ان استغنت طغت، فاحذر ان تستغني عن الله. ما تستغناش على مولاك اللي خلقك وبقى ديما حاس بانك فقير. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله سبحانه وتعالى. اذا المؤمن الحكيم الكيس الفطين هو اللي حافظ على معنى الفقر، على معنى الذله، ويبقى يراقب نفسه محاسبه، فين ما حس بالرغبه في الاستغناء يشوف اش زاد عليه، هذاك الشيء اللي زاد عليه يقطعه، تهذيب وتشذيب. فلا يكون قد زاد عليك الا عمل فيه دخن، درت شي حسنه او درت شي فعل والنيه ديالك ما كانتش مقاده، فحاول تعالج هذاك المشكل واستغفر لله. درت شي حاجه وبغيت الناس يطالعوا عليها، درت شي حاجه وانت تقصد ان تفخر وان يقال عنك قد فعلت، كما وقع لحاتم الطائي والعياذ بالله. القصه ديال حاتم الطائي في تاريخ الادب العربي القديم وفي السيره النبويه مشهوره. حاتم الطائي كان رجل عند العرب في الجاهليه، ما سلم شيء مع الاسف، كان رجل كريم، ما كاينش اللي يدوز على الخيمه ديالو ما يذبحلوش، كريم. حتى ان من القصص ديالو المشهوره انه شي مره دازوا عليه شي ناس وما لقى ما يذبح، ما لقى ما يقدم ما ياخر، ما بقاو لا جمال لا غنم، شد العود ديالو ذبحو، الذي يقاتل به ويركب عليه فذبحه اكراما لضيفه. طيب القصه فين عندنا؟ انه وقع بعد حينما ظهر الاسلام وبدا النبي عليه الصلاه والسلام في قتال المشركين، وقعت ابنه حاتم الطائي اسيره بين يدي المسلمين. المسلمين شدوا بنت حاتم الطائي اسيره، قبطت في الحرب، فكانت بين المسلمين، فعرفها بعض الناس من المسلمين، قالوا لها انت بنت حاتم الطائي، سيري للنبي صلى الله عليه وسلم، راه الى عرفك غادي يطلقك، ما يخليكش محبوسه، غادي يعطيك الصراحه ديالك، لان باك الرجل كريم. هكذا اعتقد اولئك الصحابه. فذهبت الى النبي عليه الصلاه والسلام وقالت له ما قالت، انا ابنه فلان الذي فعل وفعل وفعل. فلم يجيبها بحال ما سمعهاش، ومشات جلست. عاودوا دازوا عليها الصحابه لقاوها باقيه جالسه في المكان، قالوا له واش ما قلتيلوش؟ قالت لهم لا قلت له ولكن ما جاوبنيش. قالوا لا عاودي قولي له. فذهبت المره الثانيه فقالت له فلم يجيبها. ثم بعد ذلك الثالثه ذهبت وقالت ما قالت في الاولى والثانيه، فقال لها اما ابوك فقد فعل ما فعل ليقال قد فعل فقد قيل. يعني باك كان كريم باش يتقال عليه كان كريم، راه تقالت وراه تخلص. إنما كان يكرم ويقدم من أعمال الخير لينال أجره في الدنيا، فقد ناله الأجر دياله اللي بغاه، هو يتقال عليه، هو النية دياله ذبح العود ما رضاش باش الناس ما يقولوش راه فلان داز عند حاتم الطائي وما وكلوش، ما رضاش، وخصو يتقال بأنه كيوكل، ما يبغيش يتسمع عليه أنه ما كيوكلش، ما كينظرش للآخرة، ما عندوش هو. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسون ما قدمت لغد، هذه القاعدة ما خداماش عنده، لا يؤمن بها، وإنما يقدم ما يقدم لحياته الدنيا لا لحياته الأخرى. فهو بالنسبة لي حاتم الطائي تخلص في الدنيا، ذهبت الركبان بصيته إلى يوم القيامة. الآن باقي الذكر ديال حاتم على أنه مثال ديال الجود والكرم، وطبعا لا يكون كجود رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكرم منه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أجود من الريح المرسلة. الريح من اللي تجي تهب كتعطي البركة والخير من التلقيح ومن التدفق بالعلاج للناس وللحيوان وللأشجار، الريح ماشي بخيلة متدفقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان تدفق الخير منه أكثر من الريح، أجود صيغة تفضيل من الريح المرسل. إذن الذي قدم ما قدم لينال أجره في الدنيا في فعل ما، هذا يكون سبب هلاكه. فلما تشوف أنه وقع لك اضطراب في النفس وكسل وخمول، فاعلم أنك قد وقعت في شيء. كيكون بلادهم سبحان الله العظيم غادي مقاد مزيان،
حاس بالراحة. فين راحته؟ راحته في صلاته وفي عبادته، فيها اللدة وفيها المتعة وفيها الراحة، ما دام حس بأنه يتعبد بها لله. يتعبد يعني بالفقر وبالذلة وبالضعف، يعطي لله ذلك العمل ولا يريد به منة ولا يريد به تفضلا ولا يشكر بين الناس. ما حد غادي هكذا راه غادي بخير. واحد المرة كيبدا يعبد كيحس بالعبادة تقلت عليه، كان يخرج للفجر حس بالفرحة والنشاط والحيوية، شوية ولا الفجر يتقال عليه. كان يصوم أيام تطوعية لله، شوية ولا الصيام تبدل عليه، ولا الصيام يجيه ثقيل قاسح، ما كيجي داك المغرب حتى تقطع فيه النفس. ماشي الوقت اللي تبدل، أنت اللي تبدلت. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لا يغير ما بقوم من حال الخير والنعمة وجمال العبادة حتى يكون ذلك العبد قد غير ما بنفسه، أي ما بباطن نفسه. فماذا غيرت حتى تغيرت أحواله؟ هذا السؤال اللي تطرح. ماشي تقول ما عرفت شي، ما الفجر بقى كيجيني قاسح، ولا ما الصيام بقى يجيني تقيل، ولا ما الدرهم ما بقيتش نقدر نخرجه. ماشي الدرهم اللي عنده المشكل، الدرهم ديال البارح هو ديال اليوم. انت ولا فيك المشكل، انا وانت. قم بصيانة محركك، عاود قلب الموتور، قلب الزيت، قلب الماشي، حاجة عندك ماشي عادية. فلعلك فعلت فعلة أمس، يمكن تكون درت شي عمل صالح البارح وتنفخت به على مولانا، حدثت به تستكسير وتمون، أو أنك فعلته وأنت تتكبر به على فلان، صدقت على شي واحد وانت كتبغي توري له باللي راك انت زعما فوق منه واحسن منه. فعلت شيئا على غير ما يرام، شي عمل مخربق داز عندك وخربق لك كل شيء. وفعلا سبحان الله العظيم، امور ديال الحسنات والسيئات كينطبق على ذاك المثال الشعبي، المثال الشعبي اللي كنقولوا فيه حوتة كتخنز شواري. كيوقع كيكون بنادم عنده الامور ديالو مقاده، كيدير حاجه ماشي هي هذيك كتخربق له كل شيء، يعني كتخربق له كل شيء، كيحس بالثقل والعجز والكسل في التدين ديالو، فيحتاج إذن إلى انتشال تلك السمكة المنتنة. قبط هذه السمكة الخمجة، ارميها برا بعيد خارج السواري، تبرأ منها إلى الله. وذلك هو الحديث الذي ذكرته قبله والمضمن في سيد الاستغفار، وأبوء بنعمتك علي، أبوء بذنبي وأبوء بنعمتك علي. وفيه أمران بديناه الآن نكمله بحول الله عز وجل. البوء بالذنب أنك تعترف اعتراف العاجز أمام الله بأنك أنت المجرم في حق نفسك، أنت الظالم في حق نفسك، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أبوء بذنبي، ومرة سبق شرح هذه الكلمة البوء، الآن أعيده لأنه فعلا قمة المحاسبة ونحن في منزلة المحاسبة. قلت مرارا لا أجد لهذه الكلمة ترجمة في اللهجة العامية، أنا بغيت نشرحها بالعامية ما عنديش إلا شيئا واحدا، يعني لما تحس بالعجز شي واحد يدير فيك الخير، شي واحد كيدير فيك الخير، تصرفت انت وياه دار فيك الخير، تهلا فيك داك الخير اللي دار فيك ما تقدر شي تشكره، واحد النهار وانت كيغويك الشيطان وترد له الصرف باش بالشر، لما كتراجع راسك وكتندم وبغيت تمشي تعتذر له ما كتلقاش الوجه باش تشوف فيه، لانه المشكل شنو هو؟ هو دار فيك الخير، كيمكن تكون القضيه لاباس، سهل تعتذر الا دار فيك الخير وانت ما درت له والو، لا خير لا شر. والاصل الا دار فيك الخير تكدر فيه الخير كثر من الخير ديالو. فاذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها، هي الاولى، ما قديتش فردوها، على الاقل ردها او ردوها. فاذا انت ما درت له هذه لا هذيك، اشنو درت؟ رديت له بالشر. هذيك ساعة فعلا الإنسان كيغرق، اللي بغي يعتذر كتجيه الاعتذار صعيب، ما عنده باش يتكلم، كيمشي له كيقول له ودي أنا متكتف لك. هذا بالاستعمال العامي، يعني ما عندك ما تدير، أنت الآن حاصل، وهو تعبير فعلا فيه سوء أدب، لأن في الحقيقة هذا المعنى هذا لا يكون إلا لله الواحد القهار، وإنما جبته على سبيل المثال والشرح. الإنسان يحس بأنه تكتف لله الذي خلقه، وعندنا فيه مثال في السنة الصحيحة، واحد الصحابي واحد المرة دار شي حاجة الله أعلم بذلك الشيء اللي دار، هو بالنسبة له أذنب ذنبا ما حدث به، ما قال شيء للناس أو ديهاش درت. هذاك الصحابي بالنسبة له هو ذلك الشيء اللي دار ما كانش باقي قادر يتحمل نفسه ولا يطيق النفس دياله،
فجاء إلى سارية من سواري المسجد النبوي. جاء واحد السارية من السواري ديال الجامع ديال النبي صلى الله عليه وسلم في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وكتف راسه مع السارية، شد راسه ودور الحبل على السارية وعلى راسه وزير وبقى مكتف. مثل هذا يعتبر بوءا، باء بذنب، يعني حس واحد العجز تام أمام الله عز وجل. وأبوء بذنبي. جاءوا الصحابة بغاو يفكوه، قال لهم لا، حتى يفكني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما خلاش الصحابة يحلوا القيد دياله. فلما مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم خبره، ما بغاش عود النبي صلى الله عليه وسلم من جهته، ما بغاش يفكه. قال له ودي هذا تكتف لله، أنا ماشي دار الذنب ليا، دار الذنب دي الله، الله اللي يفكه، أما أنا ما نفكوش حتى يأتي الإذن من الله. فبقي كذلك في تلك السارية مكتفا حتى نزل الوحي من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة ذلك الرجل، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وفك قيده حينئذ. وأبوء بذنبي، أبوء لك بذنبي، وأبوء بنعمتك علي. كل النعم لا يستطيع الإنسان أن يشكر ولا واحدة منها، وهذا بوء، أي شعور بالعجز أمام الله عز وجل عند شكر النعمة، ما تقدرش تشكر النعمة دي الله عز وجل. فهذا المعنى البوء بالذنب والبوء بالنعمة هو الذي يجعل الإنسان، يجعله يدرك أن صمام الأمان، صمام الأمان وحزام السلامة باش تمشي في الطريق لله عز وجل، أن تحاسب نفسك كلما شعرت بالكسل والملل في أعمالك، حتى لا يقع تكاثر الظلمات عليك فلا تستطيع أن تصل إلى الله. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من المن، ونعوذ بك من الاستكثار. اللهم إنا نعوذ بك من المن، ونعوذ بك من الاستكثار. اللهم إنا نعوذ بك من العجب. اللهم إنا نعوذ بك من العجب والرياء والنفاق. اللهم إنا نعوذ بك من أن تخالف قلوبنا أعمالنا، ونعوذ بك من أن تخالف أعمالنا قلوبنا. اللهم اغفر لنا أجمعين، وتقبلنا في الصالحين، وأدخلنا في رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وصلي وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد الأمين وآله وصحبه وسلم سليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لي ولكم سائر المسلمين.